أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي بناتي طلبة المرحلة الثانية في قسم الهندسة المدنية، أحييكم بأحسن تحية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستعين بالله وأقدم محاضرتي الخامسة بعنوان Mechanical Properties of Material. Mechanical Properties of Material معناته الخواص الميكانيكية للمواد. المواد هنا بشكل عام تتمثل بالمواد المعدنية والمواد الغير معدنية، الفلزية واللا فلزية. بشكل عام ندرس خواص الميكانيكية، مثل ايش؟ مثل عندنا الحديد، الألمنيوم، النحاس، الفولاذ، وكذلك عندنا الزجاج والخشب والكونكريت، كليتها طريقة دراسة خواص الميكانيكية. أول شيء بدراسة خواص الميكانيكية هي تجربة الشد والضغط، The Tension and Compression Test. تجربة الشد والضغط تستخدم هاي التجربة لدراسة مقاومة المواد للتشويه أو الفشل، مقاومة المواد للتشويه أو الفشل. في هذه التجربة نستعين بعينة تسمى بالتيست سبيسمن. التيست سبيسمن هاي العينة تستخدم في حالة التنشن أو الكومبريشن لدراسة هاي المواد. هاي تكون بشكل عام ستاندرد قياسيا، تحتوي على قريب، هنا تحتوي على قريب، إذا لتثبيت العينة من الأعلى ومن الأسفل بالنسبة للجهاز التنسايل. قطرها دي نوت يساوي نصف إنج، وطولها الفعال هنا الطول الفعال هي L نوت يساوي 2 إنج. L نوت يساوي 2 إنج. من نقوم هاي التجربة نرسم النتائج اللي نحصل عليها، نتائج التنسايل نرسمها بمنحنى يسمى ستريس سترين دايجرام. نرسمها بمنحنى يسمى ستريس سترين دايجرام. هذا المنحنى يكون عادة بنوعين من المنحنيات، نوعين من المنحنيات مشهورة. النوع الأول يسمى بالconventional stress strain diagram أو مخطط stress strain التقليدي، اللي هو أكثر مخطط يستخدم من قبل المهندسين لأنه أسهل، حيث أنه يستخدم النومينال أو الانجينيرينج stress، الإجهاد الهندسي أو الإجهاد الطبيعي. حيث شلون هذا الإجهاد؟ البي اللي حنسلطه بواسطة جهاز تنسايل ستريس، البي يقسم على المساحة، المساحة الأي نوت. مين نحسب الأي نوت؟ من هاي الدي نوت. هاي الدي نوت نصف القطر مالتها 0.25 كمية تربيع في باي، يحيطلع المساحة مال هذا المقطع. هذا المقطع نقسم البي في كل لحظة من اللحظات البي على الاي نوت من هاي المعادلة، يعني طلع الإجهاد، الإجهاد سيجما يساوي بي على الاي نوت. زين، هذا شو نسميه؟ نسميه بالنومينال ستريس او الانجينيرينج ستريس، نومينال ستريس او الانجينيرينج ستريس. ايش قاعد دا نفترض؟ دا نفترض هنا المساحة هاي الاي نوت كونستانت، يعني this calculation assumes that the stress is constant over the cross section and throughout the gauge length. من خلال الجيج لينث مالتنا. زين، هنا قاعد نفترض المساحة مالتنا كونستانت. زين، احنا نعرف المساحة حقيقة هي مو كونستانت، المساحة كل ما نسوي عملية تنشن المساحة تقل، بس مقدار النقصان كلش قليل ممكن اهماله. زين، فهنا يح يحدث عندنا سترين. هذا السترين نفس الطريقة يح نسميه هذا السترين نومينال اور انجينيرينج سترين. شنو معنى نومينال اور انجينيرينج سترين؟ احنا مو يحدث عندنا استطالة دلتا يقيس يعني على العينة يقيس الجهاز، نسميها دلتا او جيج لينث. الاستطالة اللي تطلع عندنا نقسمها على الطول الأصلي، على الطول الأصلي اللي هو الـ L-Note. زياني على الـ L-Note. الحقيقة احنا
يعني المساحه قاعد تتغير، المساحه قاعد تتغير، والطول في كل لحظه من اللحظات قاعد يتغير، بس قاعد نقسم فقط على الطول الاصلي. فالمنحنى اللي حيطلع، هذا المنحنى اللي حيطلع هو هذا المنحنى، هذا المنحنى الشكل مالته، اي هذا المنحنى الشكل مالته بهالشكل. زيني هذا الشكل المنحنى، هذا المنحنى نسميه بالكونفيش، يلا سترين دايجرام، حيث المحور اكس اكسس هو الابسيلون، السترين اللي شي يساوي لنا سترين دلتا على ال نود، والشاقول مالته الشاقولي هو السيجما، وحدات السيجما اللي هي وحدات الباسكال او الميجا باسكال او النيوتن على المتر تربيع، والابسيلون هو وحدات دايمنشن ليس او المتر على المتر او مايكرومتر على المتر او الانج على الانج، وهكذا مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه. هنا تظهر عندنا اربع مناطق، تظهر المنطقه الاولى نسميها بالالاستيك ريجين، المنطقه المرنه، هاي الالاستيك ريجين المنطقه المرنه تظهر عليها الالاستيك بيهافير، هاي اي هاي المنطقه، اي هاي المنطقه الصفراء تظهر عليها خواص مرنه، وينطبق عليها قانون هوك، قانون هوك زين، لانه منطقه مرنه اقصى نقطه توصلها هو السيجما يلد، يعني بعدها يصير المنطقه لدينا، يصير منطقه الخضوع. الحسابات مالتنا اكون نقطه نسميها سيجما بروبورشنال اللي هو سيجما بي ال، هاي هي اللي نحسب عندها هاي المنطقه المرنه، هاي المنطقه المرنه زين. قانون هوك اللي اي يساوي سيجما على ابسيلون ينطبق على هاي المنطقه. بعد هاي المنطقه يحصير عندنا المنطقه اللدينا، هاي المنطقه منطقه الخضوع، اول منطقه لدينا هي منطقه الخضوع اللي منطقه اليلدينج، منطقه اليلدينج منطقه الخضوع. في بعض المعادن تظهر منطقه منخفضه منطقه مرتفعه نسميها ابر يلد ولور يلد، المنطقه العليا منطقه الخضوع العليا ومنطقه الخضوع الدنيا او السفلى، اللور يلد هو منطقه الخضوع السفلى، الابر يلد هو منطقه الخضوع العليا. بهاي منطقه الخضوع بدون ما نسوي عمليه شد هنا بالمنطقه المرنه، كل ما نسوي عمليه شد كل ما تصير عندنا استطاله، اذا رفعنا مقدار الشد يحترجع الى نقطه الصفر، يحترجع الى نقطه. اما بهاي المنطقه، بهاي منطقه الخضوع نبدي بيها بدون ما نزيد الضغط يبقى المعدن يستطيل. نشوف الضغط مالتنا السحب ثابت بدون ما نزيد القوة، نلاحظ اكو خضوع مستمر، خضوع يعني استطالة عندنا مستمرة، مستمرة عندنا الاستطالة. هاي ضمن منطقة نسميها بالبلاستيك بيهافير، هاي كل هالمنطقة نسميها بالبلاستيك بيهافير، من هاي بداية هاي الأخضر إلى هاي المنطقة الأصفر. هاي أول منطقة بالبلاستيك بيهافير هي منطقة الخضوع. براها بزيادة الضغط أو السحب، بزيادة السحب هنا نلاحظ أنه الاستطالة تزداد، تزداد الاستطالة، هاي نسميها بالسترين هاردنينج، سترين هاردنينج استطالة، والمعدن يبدي يصير صلب، يبدي يصلب المعدن، كل ما نسحب نلاحظ قوة مقاومة أعلى، بينما هنا بمنطقة اليلد ماكو مقاومة، المعدن ياخذ راحته بالاستطاله بدون ما نسلط قوه، بينما هنا بهاي المنطقه بالهاردنينج الا نسلط قوه يلا يستطيل، الا نسلط قوه يلا يستطيل، الى ان نوصل اعلى منطقه نسميها بالالتيميت ستريس، التيميت ستريس اللي هو اقصى جهاد يوصله المعدن، يحدث عندها يبدي النيك، منطقه التعنق يبدي يصير مثل العنق بالمعدن، منطقة النيك. براها
بدون ما نسلط قوة، حتى لو نبدي نرفع القوة يبدي المعدن يستمر بالاستطالة، يستمر بالاستطالة إلى أن ينكسر، يحدث الفراكتشر ستريس، يحدث الفراكتشر ستريس، هنا يحدث الكسر. فهاي المنطقة إيها الخضراء، المنطقة من هنا نسميها النيكينج، منطقة التعنق، هنا يبدي التعنق هنا. إذن المناطق الأربعة، أول منطقة هي منطقة اللدينة المرينة اللي هي إلاستيك ريجين، هاي نسميها مرينة إلاستيك ريجين، ها سميناها مرينة لأنه إذا رفعنا الحمل عن القطعة يرجع المعدن إلى وضع الأصلي، يرجع المعدن إلى الوضع الأصلي. أعلى نقطة من عندها هو السيجما بروبورشنال، بعدها يحدث اليلد، عند النقطة السيجما يلد يحدث الخضوع، يبدي المعدن يبدي يخضع، ها بدون ما نسلط إجهاد هو يبدي يستطيل، بدون ما نسلط أي إجهاد عليه أي قوة هو يستطيل، لأن خضع المعدن زين، الخواص البلورية مال المعدن يبدي يسمح له بالاستطالة، إلى أن نوصل إلى منطقة الهاردنينج، هاي النقطة منطقة الهاردنينج، يبدي المعدن يصير قوي، يبدي يصلب المعدن قوي، إلا نسلط عليه قوة يا الله يستطيل، كل ما نسلط عليه قوة يا الله يستطيل، إلى أن نوصل أعلى نقطة هي منطقة الألتميت، أقصى منطقة الاستطالة، عندها يبدي المعدن يحدث به تخصر نيك. بعدها بعد هاي النقطة يبدي المعدن يزداد النيك مالته إلى أن يحدث الفراكتشر. إذا عندنا هنا منطقتين رئيسية، هي منطقة الإلاستيك ريجين ومنطقة البلاستيك ريجين بيهافير. منطقة البلاستيك ريجين بيهافير تنقسم إلى ثلاث مناطق، منطقة يلدينج هاي، ومنطقة السترين هاردنينج اللي هي هاي من هنا لهنا، سترين هاردنينج لاحظوا هياتها لنأشرها، ومنطقة النيكينج اللي هي هاي، كل هاي قلنا شو نسميها، نسميها بالبلاستيك بيهافير. أما منطقة الإلاستيك هي هاي المنطقة بس، الإلاستيك ريجين نسميها بالإلاستيك بيهافير. هذا المنحنى شو اسمه، هذا المنحنى اسمه الكونفينشيال اند ترو ستريس سترين دايجرام فور دكتاير ماتيريال، يعني منحنى الإجهاد، منحنى مخطط الإجهاد والانفعال للترو والكونفينشيال. ياهو الكونفينشيال اللي شرحناه احنا، الكونفينشيال اللي هذا منانه ويمشي هيجي ويرجع الى منطقة النيك ثم يبدي ينزل، هذا المنحنى، هذا منحنى لترو، هذا منحنى لترو اللي فوقاني، اي هذا نسميه بترو فراكتشر ستريسز، هاي نقطة الكسر الحقيقية، احنا قلنا هاي الفراكتشر هو هذا الفراكتشر ستريسز. الفرق بين هذا المنحنى عن هذا المنحنى شنو، احنا بالنسبة ان المساحة الاي نوت مو افترضناها ثابتة، فدائما نقسم البي على الاي على المساحة، فهنا دا نفترض المساحة ثابتة، فرغم انه البي قاعد تنقص، ها هو ديس الاجهاد عندنا دا نفترضه دا ينقص ويا البي، الاجهاد دا ينقص زين، لانه هي حقيقة لان المساحة هي مدى تنقص، المساحة العفو الاجهاد مدى ينقص، هي المساحة قاعد تنقص، فمن نقسم القوة اللي اقصى قوة اللي هي هاي القوة اللي هنا وصلناها اقصى قوة، من نقسمها على المساحة الحقيقية اللي قلت نلاحظ الاجهاد قاعد يزيد، وهكذا بالمنطقة الهاردنينج المساحة بدأت تقل، مساحة المقطع بدأت تقل، من نقسمها على القوة على المساحة بدأت تقل، فالاجهاد يطلع اكبر، فهو هذا المنحنى الحقيقي، لانه صعب علينا نقيس المساحة في كل لحظة من اللحظات اثناء التجربة، فناخذ هذا المنحنى الكونفينشيال ونشتغل عليه. اما المنحنى الحقيقي هو هذا الترو، هذا الترو ستريس ترين دايجرام، يعني من هنا هذا اللي امشي عليه، هذا منطقة الإلاستيك، هاي منطقة اليلد،
بعد منطقة اليد يجي عندنا هذا المنحنى اللي مال ترو فراكتشر ستريس، ترو فراكتشر ستريس. فهذا الفرق بين الترو ويا الكونفينشال. الكونفينشال ده يفترض المساحة ثابتة لأي نوت، بينما الترو قاعد نقيس المساحة في كل لحظة من اللحظات ونقسم القوة على المساحة. أما بالكونفينشال التقليدي نقسم القوة على المساحة الأصلية، المساحة الأصلية. زيني فهسه حكينا احنا على الستريس الترو ستريس سترين دايجرام، انه شنو عندنا هنا بدل instead of always using the original cross section area and space length to calculate the engineering stress and strain اللي سميناه بالengineering stress او ها or strain، ايش نستخدم؟ نستخدم الاكتوال كروس سكشنال اريا، نستخدم مساحة المقطع العرضي الحقيقي. لذلك ايش حنطلع؟ حنطلع الترو ستريس والترو سترين، يعني نطلع الاجهاد الحقيقي ونطلع الانفعال الحقيقي. لذلك المنحنى بالحالة شو نسميه؟ نسميه بالترو ستريس سترين دايجرام، نسميه ترو ستريس سترين دايجرام. اما اللي استخدمنا هذاك ابو الاي نوت شو نسميه؟ بالكونفينشال ستريس سترين دايجرام اللي يكون بي سيجما يساوي بي على اي نوت. شو نسميه عندما نستخدم سيجما بي على اي نوت؟ نسميه بالكونفينشال ستريس سترين دايجرام. اما اذا استخدمنا سيجما، هاي سيجما يساوي بي على اي هنا الاكتوال، شو حنسميه؟ نسميه بالترو ستريس سترين دايجرام، نسميه بالترو ستريس سترين دايجرام. هسه نجي احنا من درسنا سوينا تجربة الستريس سترين دايجرام، طلعنا الخواص المواد الستريس سترين دايجرام. من اشهر المواد الستريس سترين دايجرام هو الدكتايل اند بريتل ماتيريال، المواد اللدنة والمواد الهشة. دكتايل لدنة اند بريتل هشة، المواد اللدنة والهشة. على فكرة المواد اللدنة والهشة مو فقط بالحديد لدينا وهشة أو بالألمنيوم، هواي مواد لدينا ومواد هشة ويحنا ناخذها بشكل موجز. المواد اللدينة، المواد اللدينة هي المواد اللي بيها percent elongation عالي نسبيا قبل ما يحدث الكسر. percent elongation نسبة الاستطالة شو يساوي لنا؟ يساوي لنا L F يعني الطول عند الكسر ناقصا L نوت على L نوت في 100%، هاي نسميها بالبيرسنت إلينجيشن. الطول لحظة الكسر ناقصا الطول الأصلي على الطول الأصلي في 100%. المواد اللدنة يكون هاي النسبة عالية، هاي النسبة شبيهة عالية. أما المواد الهشة هاي النسبة تقريبا صفر، يعني أول ما ينتقل المادة من منطقة الإلاستيك إلى منطقة البلاستيك يحدث الكسر. هاي المواد الهشة مثل الطباشير طبشور من نسحبه يطق قبل ما يتمدد. فال LF ناقصا L0 هو صفر، على L0 صفر، على L0 صفر أو L0 زيني. فهذا مقياس، هذا مقياس للدكتلتي اللي هو البيرسنت إنجيشن. كل ما يكون هذا الرقم كبير. أما المواد اللدنة، المواد اللدنة مثل البلاستيك نشوفه يموت، يعني مثلا إذا عندنا هو 5 سنتيم ممكن أوصله إلى 7 أو 8 سنتيم قبل ما ينكسر، قبل ما ينقطع ما يحدث به فراكتشر. وكذلك عندنا المساحة، المساحة هم تقل بشكل كبير يحدث بها نيكينج. يعني فقلنا البلاستيك من نسحبه، من نسحبه يشوف يتخصر بشكل كبير جدا، بينما الطبشور من نسحبه يحدث الكسر قبل ما يتخصر. فهذا ما نسميه احنا بالبيرسنت ريدكشن ان اريا، النسبة المئوية
للتخصر، تخصر المساحه. تنتبهون طلابي الاعزاء، من نطلع بيرسنت ريدكشن اوف اريا هو المساحه الاصليه ناقصا المساحه عند الكسره على المساحه الاصليه في 100%، بينما هنا الطول عند الكسر ناقصا الطول الاصلي على الطول الاصلي في 100%. هنا لان الطول عند الكسر اكبر من الطول الاصلي، فنبدي بالطول عند الكسر ناقصا الطول الاصلي حتى هذا المقدار يصير موجب. بينما بالتخصر عندنا المساحه الاصليه هي الاكبر، بعدين يحدث بها تخصر اي فراكتشر يعني عند الكسر، فهي اي نوت ناقصا اي اف على اي نوت، لان الاي نوت هي اكبر من اي اف، بينما هنا ال اف ناقصا ال نوت. تنتبهون الى هاي الملاحظه، يعني الاي نوت اكبر من الاي اف، بينما هنا ال اف اكبر من ال نوت، لذلك قلنا هنا ال اف ناقصا ال نوت على ال نوت، بينما هنا اي نوت ناقصا اي اف على اي نوت. هسه نجي عندنا بعض المعادن، بعض المعادن منطقة اليلد ستريس ما تظهر بشكل واضح. منطقة اليلد ستريس أو اليلد ستريس يعني المقاومة عند منطقة الخضوع ما تكون واضحة بالمخطط مالنا، لذلك نستخدم offset method. هاي مثل من مثل الألمنيوم، مثل من مثل الألمنيوم، وعادة الoffset ناخذ 0.2% من السترين اللي هي 0.002 انج على انج، ناخذ من سترينث ونرسم parallel line to the initial strength line portion of the stress strain diagram is drawn. يعني شنو معناته؟ هذا مخطط stress strength diagram، هذا المخطط نوضحها اكثر. هذا عندنا مال الالمنيوم، للالمنيوم رسمناه، هاي السيجما وهاي الابسيلون. الابسيلون قلنا بوحدات الانج على الانج او المايكرومتر على المتر او متر على المتر، وهاي وحدات الباسكال او الميجا باسكال او الكي اس اي بالنظام الانجليزي الباوند، عندنا انج سكند. فمن نجي هنا هاي منطقه، هاي هذا الخط المستقيم، هذا منطقه الالاستيك الى ان نوصل سيجما بروبورشنال، براها سيجما يلد تبدي. هاي منطقة السيجما يلد مو واضحة لأن مو خط مستقيم، إذاك كان عندنا خط أفقي مستقيم، وبراها تجينا منطقة الهاردنينج إلى أن نوصل للنيك وبعدين الفراكتشر. هنا مو واضحة، هنا مو واضحة ياهو منطقة اليلد. فش نسوي؟ ناخذ عندنا 2 بالـ10% أوفسيت، 2 بالـ10% أوفسيت اللي شو تعادل 0.002، تعادل 0.002 من الإلاستيسيتي، لأن هاي قلنا 0.2 على 100 0.002 ناخذه، نرسم خط موازي إلى هذا الخط. فالإي المودولوس أوف إلاستيسيتي، الإي مالته هو نفس الإي مال هذا، الميل مالته الإي هو الميل مال هذا المستقيم، المودولوس أوف إلاستيسيتي هو نفس هذا الميل مال هذا المستقيم، هذا الميل مالته نفس هذا الميل مالته، إلى أن يقطع لنا هذا المنحنى بهاي النقطة. من يقطعها نروح نقرأ هاي شو نسميها سيجما يلد سترينث اللي هنا ايش تساوي لنا 51 كي اس اي. يعني إذا عندي أنا هذا المنحنى بس آخذ 0.002 أصعد به موازي لهذا، وين ما يقطع أروح أقرأ ايش قد سيجما يلد سترينث. قبلها هي منطقة الإلاستيسيتي، تعتبر منطقة الإلاستيسيتي، واضح؟ هذا يير سترينث فور ان الومنيوم الوي، سبيكة الالومنيوم نحسبها بهذه الطريقة. هاي شو نسميها؟ هاي ال 0.002 اللي تمثل 0.2% اوفسيت، هاي نسميها بالاوفسيت، هاي نسميها بالاوفسيت حتى لحساب يير سترينث، سيجما واي اس اختصارا سيجما يير سترينث. زين عيني، هذا المنحنى الناتشرال ربر، للربر الطبيعي ناتشرال ربر، ناتشرال ربر. نفس الشيء عندنا
النشر الرابر ما يبين عندنا منحنى منطقتي اللي هي السترانس، فلازم ناخذ الاوفست ونرسم موازي الى هذا. بس هنا انا منطقه الالاستيسيتي مالتنا، منطقه الالاستيسيتي يعني مو واضحه كلش عندنا، منطقه الالاستيسيتي مو واضحه عندنا زين. وبهالشكل المعدن بسرعه يصعد للاعلى، بسرعه عندنا يحدث الخضوع عندنا، لانه يكون مرن جدا، يكون مرن جدا بهالشكل زين. هذا المنحنى المن، هذا المنحنى الجراي كاس ايرون، حديد الزهر. حديد الزهر طلابي الاعزاء، الجراي كاس ايرون يكون ماده بريتل هشه، اذا سوينا لها تنسايل، تلاحظون هذا منطقه التنسايل، اذا سوينا لها تنسايل بسرعه يحدث كسر فراكشر قبل ما يحدث عندنا اليلد. هاي سيجما فراكشر عند النوع 22 كي اس اي، بسرعه يحدث كسر. يعني حديد الزهر الاهين نسميه احنا ما يتحمل تنسايل، ما يتحمل تنسايل. فحديد الزهر عندنا ما يتحمل تنسايل، شو يتحمل؟ يتحمل كومبريشن، يتحمل كومبريشن. فتلاحظون كل ما تضغطون هنا 20 يوصل هالقد الكومبريشن، 40 يوصل هالقد، 80 عندنا هنا يوصل هنا بالماينس 0.02، للمية هنا يوصل ناقصا 0.05، وهكذا الى ان هنا وصلنا ل 120. ها الضغط مالنا سيجما كي اس اي يوصل هنا تقريبا ناقص 0.065. فشو يتحمل؟ يتحمل كومبريشن، حديد الزهر يتحمل كومبريشن. هذا المن ينطبق على اليمن، ينطبق على الكونكريت، مثل الكونكريت، حديد الزهر عندنا مثل الكونكريت. هذا عندنا شنو هذا؟ هذا عندنا مثيل البلاستيك، مثيل البلاستيك عندما نعرضه للحراره، هنا نشوف تاثير الحراره على يعني ستريس ترين دايجرام. كل ما الماده نزيد درجه حرارتها، نزيد درجه حرارتها، اللدونه مالتها تكبر، هاي منطقه لدينه، والمرونه تقل. يعني هذا قبل درجه حراره 40 فهرنهايت، تلاحظون المنطقه المرنه هذا اي هذا كليته يصعد لهنا، يعني لغايه 8 كي اس اي هو مرن، بعده يلا يتحول منطقه اليلد هنا لدين. عند ال 110 هاي المنطقه المرنه، هذا الخط المستقيم يوصل ايش قد؟ ل 3.5 مرن، براها تحدث اللي دونه. في حين عند ال 160 راسا تقريبا منطقه لدينه، رأس المنطقة لدينا. فزيادة درجة الحرارة يزيد لدونة المعدن، وهي معروفة منطقية، يزيد لدونة المعدن. من عندنا مادة بلاستيك نسخنها، كل ما نسخنها تصير لدينا أكثر. أما مناطق البريتل، البريتل ماتيريال، المواد الهشة، هي المواد اللي ما يحدث بيها يلد، ما يحدث بها خضوع، يعني منطقة بلاستيستي ماكو، رأسا تنكسر بعد منطقة الإلاستيك أو عند منطقة الإلاستيك، مثل ما قلنا مثل حديد الزهر الجراي كاس ايرون، وكذلك الكونكريت قلنا. فنلاحظ هذا المنحنى، هذا منحنى المن تيبيكال كونكريت ميكس زين، عندنا كونكريت سوينا له، تلاحظون من نسوي له تنساير، هاي منطقة الشاد تنساير عند ال 0.4 يحدث الكسر، يعني سيجما 1 هو ماكسيمم 0.4 كي اس اي، يعني كلش قليل بسرعه ينكسر. هاي المنطقه الموجبه هي المنطقه التنساير. اما من نسوي له كومبريشن مثل حديد الزهر نشوف هنا يوصل لغايه الخمسه، هنا 0.4 تكسر، بينما هنا 5 كي اس اي وهو بعده يعني دا يتحمل، هنا يلا يبدي يحدث عندنا التشققات ويحدث الكسر، الكسر هنا يحدث زين. فهذا منحنى الكونكريت، هذا منحنى الكونكريت يتحمل، ايش يتحمل؟ كومبريشن. بينما الحديد العادي يتحمل تنشن، يعني يكون مننا المنحنى ماله جهه اليمين، هذا بالربع الاول، بينما هذا بالربع الثالث.
واضح طلاب؟ قانون هوك، هوك لوز، هوكس لو. الهوكس لو هو قانون لينير ريليشن شيب. في المنطقة المرنة يكون العلاقة علاقة خطية، سيجما يساوي اي في ابسيلون، علاقة خطية سيجما يساوي اي في الابسيلون. الاي هو الميل، زين يعني، وهذا واضح عندنا. هسه راح نشوفه هنا أنا. وهاي سيجما بروبورشنال على ابسيلون بروبورشنال. هسه راح نشوفه هنا أنا. هاي المنطقة المرنة اللي طبق عليها هوكس لو، هوكس لو أعلى نقطة نطبق عليها القانون هو السيجما بروبورشنال، هي هاي السيجما بي ال، واللي والأبسيلون مالته أبسيلون بروبورشنال هنا، يعني من ننزل الآن بشكل عمودي الأبسيلون هنا السترين هنا نسميه أبسيلون بروبورشنال. الميل مالته هذا إي، إي الميل هو السيجما بروبورشنال مقسوما على الابسيلون بروبورشنال، يعني سيجما على ابسيلون، او بمعنى اخر عندنا الاي شي سانه مو سيجما على ابسيلون، معناته سيجما شي يساوي لنا، سيجما يساوي لنا الابسيلون في الاي، او سيجما بروبورشنال يساوي لنا الابسيلون في الاي. واضح؟ يعني طرفين ببساطتين، فسيجما يساوي الاي في الابسيلون، وكذلك سيجما بروبورشنال يساوي الاي في الابسيلون بروبورشنال، او الاي يساوي سيجما بروبورشنال على الاي بروبورشنال. اعلى نقطه اللي هي البروبورشنال، منطقه الالاستيسيتي، هاي من وجدها؟ وجدها روبرت هوكس عام 1676، عليه من كان التجارب مالته على سبرينج، زين على سبرينج، ووجد هاي العلاقة، هي علاقة رياضية، هاي اي يساوي سيجما بروبورشنال على اي ابسيلون بروبورشنال. ولاحظ هنا تأثير نسبة الكربون، تأثير نسبة الكربون، هاي المنطقة كليتها هاي منطقة الإلاستيسيتي، هاي كلها منطقة الإلاستيسيتي، منطقة المرينة، بعدها المنطقة اللدينة، هاي منطقة اللدينة. كل ما يزيد الكربون، هاي يزيد الكربون، هاي 1% كربون، هاي 0.6 كربون، هاي 0.6 كربون، بس هنا معامل حرارية، heat treated، يعني نسبة 6% كربون، بس معامل حرارية، هنا بس 6% كربون، هنا 0.2 كربون قاعد يقل، هنا 0.1% كربون. كل ما يقل نسبة الكربون كل ما المنطقة المرنة تقل، المنطقة المرنة تقل، يعني هنا الواحد بالعشرة بالمية كربون. ايش عندنا هنا؟ عندنا soft steel، هش steel، هش يعني بس هاي المنطقة المرنة سميه soft steel، steel هش. اما اذا زيدنا نسبة الكربون سوينا 2% كربون يصير ستراكشر ستيل، اللي هو هذا، اي هذا المنحنى ستراكشر ستيل، هاي المنطقة المرنة مالتنا. عند 6% كربون يسميه بالميشين ستيل، يعني فولاذ المكائن، يصنعوا من عند المكائن والآلات، ميشين ستيل. اذا سوينا له معامل حرارية حيصير عندنا هارد ستيل، نصنع من عنده العدد، عدد القطع وعدد التثقيب وهكذا. تلاحظون هاي المنطقة المرنة مالته. السبرينج ستيل، الستيل المرن اللي صنع من عند النوابض هو 1% كربون، لذلك سمي بالسبرينج ستيل، ستيل المرن. تلاحظون عندنا بزيادة نسبة الكربون معامل المرونة ثابت. ليش معامل المرونة هنا ثابت؟ لأنه هو من خواص المادة نفسها، معدن، من خواص المعدن،
خاصية من خواص المعدة، زيادة الكربون بس ينطي مرونة أكثر، بس معامل المرونة ثابت. معامل المرونة يونغ مودولس، معامل يونغ ثابت. يعني هذا الميل مال هذا المستقيم هو نفس ميل هذا المستقيم، نفس ميل هذا المستقيم، كلها منطبق على بعضها. معامل المرونة ثابت. ونلاحظ هنا هذا المنحنى، هذا المنحنى معامل المرونة الإي ثابت، معامل المرونة ثابت، بزيادة الكربون ينطينا صلابة أعلى. يعني هذا 6% كربون ايش يعطينا؟ يعطينا هارد ستيل، فولاذ صلب اللي هايست سترينث، معامل صلابة أعلى، معامل صلابة أعلى. الـ 0.2% كربون يعطينا عساوة اللي نسميه بالستركتشر ستيل، يعني فولاذ الهياكل. أما الـ 0.1 اللي هو السوفت الهش، يعني يعطينا مطولية عالية كلش، اللي موست دكتايل، اللي أكثر، هذا اللي يستخدم يعني بالطرق وما الطرق بالمعادن، يعني هذا السوفت ستيل لين، يعني نسميه هنا. أنا هذا قلنا شنو هذا السوفت ستيل، الفولاذ اللين اللي 0.1% كربون، ال 0.2% كربون نسميه بالستركتشر ستيل اللي يكون طف يعني قاسي او عساوة بعالية، والهايست سترينث المقاومة عالية كلش هذا اللي 0.6% كربون. زيني هسه احنا ناخذ مثال بسيط لاستخدام نتائج تجربة معينة. نتائج التجربة يقول attention test for steel alloy results، عندنا نتائج تجربة لسبيكة فولاذ، كانت النتائج مالته هو هذا الستيل ستريس دايجرام، هذا ستيل ستريس دايجرام سيجما بابسيلون ان فيجر بيلو المبينة بالشكل ادناه. calculate the modulus of elasticity، اول شيء رايد عندنا الاي modulus of elasticity and the yield strength based on 0.2% offset، واحسب لي اليلد ستريس، اليلد ستريس اللي هو سيجما يلد، سيجما يلد اند اوفست 0.2% اوفست. زين ايدنتيفاي اون ذا جراف ذا التيميت ستريس اند ذا فراكتشر ستريس، ويريد الالتيميت ستريس والفراكتشر ستريس. هسه عندنا من هذا المنحنى، تلاحظون هذا المنحنى بس هذا الهدف من المثال هذا حتى اوضح لكم هاي الملاحظة. من نسوي تجربة معينة، كون انه عملية التشويه كل الصغيرة بمنطقة الإلاستيستي، نلاحظ هذا المستقيم يعني منطقة البروبورشنال اللي ينطبق عليه هوكس لو، شو تقريبا منطبق على خط السيجما يعني الشاقولي تقريبا منطبق. فش نسوي عادة؟ ها اما جرافيكالي بواسطه البلوتر نفسه يسوي لنا اياه، او احنا نرسمه، نرسم خط مائل، نرسم خط مائل زين، وبعدين نسقط النقاط ذني لهنانة، مثلا هاي النقطه نسقطها هنا، هاي النقطه نسقطها، وهكذا هنا للابر يلد بوينت نسقطها هنا على هذا الابر يلد بوينت، اللور يلد بوينت نسقطها هنا على اللور يلد بوينت، وهكذا. فيصبح عندنا هنا ميل هذا المستقبل، وش احنا نطي؟ احنا نطي احداثيات نفس الاحداثيات مال هذا، هذا الاحداثيات مالته هاي الاسود ال 0.05 0.1 0.2 وهكذا، هذا الاحداثيات مال هذا نفسه. يعني من نجي عند هنا عند هاي النقطه منطقه اليلد، هنا هاي منطقه اليلد، هنا سيجما يلد، ونسقطها هنا، ايش قد يحتطينا منطقه اليلد؟ تقريبا يعطينا 0.0015. من نجي هنا هاي منطقه السيجما يلد اي هاي اللي هي نفس هاي، من اجي اسقطها هنا راح يعطينا هاي 0.0015 لهنا 0.0015 نفسيتها. فاذا هذا هو نرسمه
حتى نقدر نطلع القيم اللي ما نقدر نطلعها بهذا المستقيم. فنلاحظ هنا طلابي الأعزاء، رسمنا هذا المستقيم اللي نفسه يمثل هذا المستقيم بس بسكيل أصغر، بحيث أنه هاي النقطة قلنا السيجما ييلد، هاي النقطة السيجما ييلد ها اللي هي هاي النقطة اللي قيمتها 38، قيمتها على الأبسلون هو 0.0015. هنا 0.0015 من نجي هنا قيمتها 0.0015، هاي قيمتها 0.0015. إذن الميل مال هذا يساوي لنا الميل مال هذا. نجي هنا أول مطلب عندنا إيش رايد؟ رايد المودولس أوف إلاستيسيتي. المودولس أوف إلاستيسيتي شو يساوي لنا؟ سيجما بروبورشنال اللي هي هاي أعلى نقطة هنا بمنطقة الإلاستيسيتي، القيمة تشقد 35 مقسوما على أبسلون بروبورشنال اللي هي هاي 0.0012. نطلع سيجما بروبورشنال مقسوما على الابسلون بروبورشنال يحيطلع هذا الرقم بالكي اس اي. هذا اول مطلب. المطلب الثاني ايش رايد عندنا؟ رايد اليل سترينث عند الاوفست، يل سترينث عند الاوفست زين 0.02. نجي هنا عند ال 0.02 ها نرسم خط موازي عند ال 0.02، نرسم خط موازي ونروح نقرا ايش قد يطلع عندنا هنا سيجما يل سترينث راسا هذا عند هذا الاوفست هو 38، وراي سيجما فراكتشر هذا السيجما فراكتشر نروح راسا نقراها من هنا ايش قد 47 يساوي لنا 47 كي اس اي. هاي السيجما يل والسيجما التيميت 63، هم نروح نقرا راسا السيجما التيميت قيمتها 63، هاي سيجما التيميت اقصى قيمه لها شقد 63. واضح لهنا انا طلاب الاعزاء انتهت محاضرتنا، واقول لكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.